واللي عادنا عن غيث بروان وتهجم على نور ستارز ودايلر. فبداية دايلر ننزل هذا المقطع على قناة باليوتيوب. هذا المقطع كان يتهجم بيه واستهزئ بيه على نارين بيوتي. فغيث مروان دفاعا عن نارين بيوتي نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستريت بهذه الستوري صار يقصف بيها بطريقة نوعا ما غير مباشرة لدايلر ونور ستارز. شو صار راح تفتهمون طريقة القصف مالته، ولكن صار يسبهم بالصراصير وصار يقول انه اول شيء دايلر هو شخص صرصور وعنده شوارب، وبعدين صار يحكي على نور ستارز انه هي صرصورة ولكن ما عندها شوارب، وانه هي بالفوتوشوب تصير حلوة ولكن بدون فوتوشوب تصير مو حلوة. ويلي ستوريت راح تفتهمون اكثر يا حبايب. طبعا كلكم متى قلبت عن دايلر انه منو اجى من ستوري غيث مروان انه هو قاعد يقصفهم انه هم صراصير، راح تكون الستوريات. الواحد بيكون قاعد بامان الله فجاه بيجي صرصور طالع من الزباله وكيف بيدخل من تحت الباب هيك بصير يدور على اكلات القديمه بصير برو الصرصور هذا الصغير صرصور صرصور ايه هذا الصرصور اللي له شوارب ارفع هذا لا تضحك يا اخي بالله عليك والله هذا النوع تحديدا هذا في نوعين من الصراصير، في الصرصور اللي بيمشي والصرصور اللي بيطير. هو اي واحد برو هذا من نوع الصرصور اللي بيسوي سو 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 صرصور الليل بضل يسوي سو بس لما تقرب منه بيسكت ما عرفته. افتح يوتيوب انا هقول لك على واحد افتح يوتيوب اكتب تمام ايوه اول واحد هذا سبحان الله ولك هذا مشكلجي صح عارف شو المشكله شو المشكله هذا ما تضحك يا اخي عيب اصحابنا الشباب صاحبك لحاله هذا النوع من الصراصير هذا اذا دعسته بعدين بيجي بهيك صحاب بده كلهم بيصير صو 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 بس في نوع ثاني اقوى تيجي صرصور را كبير اكبر نوع يعني صرصوره كبيره ايوه ما له شوارب بس صاحبة الصرصور ابو شوارب ايوه لا تضحك يا اخي والله والله اصحاب الشباب المهم هذا بيجي اكبر نوع اوكي لا اكيد انت عرفت عينه صح كيف شكله فايت بالحيط برو بس على الفوتوشوب تطلع لا تضحك يا اخي والله عيب اصحابنا ما عرفته فوت انستغرام تمام اكتب شو اسمه ايوه اوكي سبحان الله اخر شيء اس كيف اس برو شو جمع صرصور صرصير بالانجليزي احمر كوكروتشز شو اخر شيء اس كفو شفت فوت شيك كيف بس والله الفوتوشوب من عماله والله برو شفت فوت على اليوتيوب حتى نصدق يلا انتبه انتبه لا لا اندعسته لا برو ما انا هون نجي حاط مبيت حشرات هون يلا يخرب بيت سلام باي سو 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 انتقل حاليا القمر ما نزلت على حسبها بالانستغرام شوت ستوريات وبهذه الستوريات صار تقول بها انه وجهها نوعا ما محروق او عليه كدمات وهي ما تعرف شنو السبب الاشخاص سالوها اذا هل انت مضروبه ولكن ردت عليهم ان هي ما مضروبه وهي هم ما تعرف شنو السبب هاي الكدمات راح اعطيكم الستوريات اللي حاب نشوفها كامل هاي اوكي مبدئيا انا بالمطبخ سو لحد يركز على الورايا شلونكم شو اخباركم ادري مشتاقه لي انا مشتاقه لكم قمر ليش مختفي قمر ليش ما تسوي لنا وجهك قمر ريد نشوف وجهك اوكي قبل كل شيء لا اشوفكم قمر صار وجهه شوف قمر شوفوا ما اعرف اذا تشوفون زين شوفوا قمر شنو صار وجهه شبه المحروق لا حد يسالني ليش اي نفسي ما اعرف ليش فوجهي ما اقدر اسوي لكم اياه اول شيء ثاني شيء شلونكم شو اخباركم هو انا درزل بالخصب حبيت اطلع ستوري ويعني اوكي باي باي وكهلا مكتبوا لي منو ضربت يا جماعه ما حد ضربني بس شنو من انا بعرف شلون هيك احمر حتى مكياج انا ما حاطه هسه ما اقدر احط مكياج ما اعرف ايش صاير بوجهي فما قدرت اسوي لكم وجهي لان كان يعني كلش اكثر من هيك ف بايبي اوكي اليوم حبيت بس اعرف كم شغله للعالم اللي تابعوني بالجديد ما لكم شعر المبلل فاول شيء دا كتبوا لي انتي شنو محتواش ليش وصلتي لهالعدد وليش ما تطلعين بلا فلتر اول شيء هذا شكلي بلا فلتر حتى ما حاط مكياج بسبب هذا اني سو اوكي هاي اني شنو محتواي وليش عندي هالعدد حبايبي اني يوتيوبر اني مو انستغرامر اللي ما يعرف قناتي باليوتيوب فوت على حساب الانستغرام بالبايو حاطه اللينك مال القناه فوتوا شوفوها اوريدي باليوتيوب ماكو فلتر فاحنا اليوتيوبريه عندنا كلش نطلع هيجي فهاي اني يعني جعفر اللي بداخلي اول مره تشوفوه يمكن بالانستغرام فياس يعني واشتركوا بقناتي لانه قريبا اكو رجعه نهريه ندخل حاليا لفضيحه انس شايب وبيسان اسماعيل فبيسان وانس نزلوا هذول الستوريات كان من داخل عيد ميلاد نور ستارز وين اشخاص لاحظوا منه بهذه الستوريات انس شايب سب زائد 18 كلش انا كنت راح اعطيكم هذه المسبه ولكن تحذير السب زائد 18 ركزوا بها زين راح اعطيكم لقطه اكثر من مره شوفوا شنو قال انس شايب نور طبعا هاي الاشخاص صاروا يتهجموا عليهم انهم قاعدين يسبسبون على الستوريات بسبات زائد 18 مفروضين ينتبهون على هواي اطفال يتابعوهم فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا وصلوا احبابي نوصلت المقطع اتمنى المقطع عجبكم تحطون لايك شاركوا بالقناه انتظروا باكر راح افجر السوشيال ميديا وبس جايكم فيزياء وخاتم القصص ومع السلامه.